أعزائي الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في خدمة دروس. درسنا اليوم بسيط وسهل بعنوان تدريبات على الكسور لمادة الرياضيات للصف الثالث الابتدائي، فهيا بنا نتعلم حل تدريبات على الكسور. ولننطلق الآن مع التدريب الأول. أضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة. نأتي الآن إلى السؤال الأول. البسط هو العدد العلوي في الكسر. ما رأيك عزيزي الطالب؟ هل العبارة صحيحة أم خاطئة؟ جميل جدا، أخذنا الكسر. ماذا نسمي العدد الذي في الأعلى؟ أحسنت، نسميه البسط. والعدد الذي في الأسفل ماذا نسميه؟ أحسنت، نسميه مقام. إذن هل العبارة صحيحة أم خاطئة؟ ممتاز، العبارة صحيحة. نأتي الآن إلى السؤال الثاني. الكسران ثلاثة أخماس وخمسة أعشار متكافئان، هل هذه العبارة صحيحة أم خاطئة؟ أحسن، لنتأكد أنهما متكافئان أم لا نقوم بتمثيل الكسرين والمقارنة بينهما. فنأتي إلى الكسر الأول وهو ثلاثة أخماس. من يستطيع تمثيل هذا الكسر؟ أحسنت يا بطل، نقوم برسم شكل ونقسمه إلى خمسة أجزاء متطابقة ونقوم بتلوين ثلاثة أجزاء منه. نأتي إلى الكسر الآخر وهو خمسة أعشار. من يستطيع تمثيل الخمسة أعشار؟ أحسنت يا بطل، نقوم برسم شكل ونقسمه إلى عشرة أجزاء متطابقة ونقوم بتلوين خمسة أجزاء منه. الآن نأتي للمقارنة. هل الأجزاء المضللة متساوية؟ أحسنت، كما ترى أمامك أن ثلاثة أخماس أكبر من خمسة أعشار. إذن هل الكسرين متكافئين أم لا؟ أحسنت، هما غير متكافئان، فتكون العبارة صحيحة أم خاطئة؟ أحسنت، تكون خاطئة. ننتقل الآن أحبائي الطلاب إلى التدريب الثاني. أكمل لأحصل على كسرين متكافئين. في البداية، ما معنى كسرين متكافئين؟ أحسنت، معنى كسرين متكافئين أي كسرين متساويين. نأتي إلى السؤال الأول. ربع يساوي فراغ على ثمانية، ونريد الرقم المجهول لكي يكون الكسرين متكافئين، فكيف أبدأ الحل؟ أحسنت يا بطل، نأتي إلى الربع ونقوم بتمثيله. فمن يستطيع تمثيل الربع؟ أحسنت، نقوم برسم شكل ونقسمه إلى أربعة أجزاء متطابقة ونقوم بتلوين جزء واحد فقط. ماذا أعمل بعد ذلك؟ أحسنت، نقوم بإعادة تقسيمه ولكن إلى ثمانية أجزاء متطابقة. الآن أصبح لدي شكل جديد مقسم إلى ثمانية أجزاء متطابقة، اثنان منها ملونة، فمن يستطيع معرفة الكسر الذي يمثل الجزء المضلل؟ أحسنت يا بطل، اثنان على ثمانية. إذن الربع يكافئ اثنان على ثمانية، وأخذنا أن معنى كسرين متكافئين أي أنهما متساويان. فمن يستطيع الآن معرفة الرقم المجهول؟ أحسنت يا بطل، اثنان. نأتي الآن إلى السؤال الثاني. ثلاثة أخماس تساوي فراغ على عشرة. من يستطيع حل هذا السؤال؟ أحسنت يا بطل، لنعرفة الكسر المكافئ لثلاثة أخماس نقوم بتمثيل الكسرين. فنأتي أولا إلى ثلاثة أخماس، فمن يستطيع تمثيل الثلاثة أخماس؟ ممتاز، نقوم برسم شكل ونقسمه إلى خمسة أجزاء متطابقة ونقوم بتلوين ثلاثة أجزاء منه. بعد ذلك ماذا أعمل؟ أحسنت، نقوم بإعادة تقسيمه إلى عشرة أجزاء متطابقة. الآن أصبح لدي شكل جديد مقسم إلى عشرة أجزاء متطابقة، ستة منها ملونة، فمن يستطيع معرفة الكسر الذي يمثل الجزء المضلل؟ أحسنت، تساوي ستة على عشرة. إذا ماذا تستنتج عزيزي الطالب؟ أحسنت، نستنتج أن ثلاثة أخماس تكافئ ستة أعشار، وبما أنهما متكافئان أي أنهما متساويان. فمن يستطيع الآن معرفة الرقم المجهول؟ أحسنت، ستة. ولننطلق الآن مع التدريب الثالث. ما الكسر الذي يمثل الجزء البنفسجي في القرص ذي المؤشر الدوار؟ إذن أعطاني هذا القرص وقد قسمه إلى أربعة أجزاء متطابقة
وكل جزء بلون مختلف، ويسأل ما الكسر الذي يمثل الجزء البنفسجي في القرص؟ إذا من يستطيع معرفة الكسر الذي يمثل الجزء البنفسجي في القرص؟ ممتاز، بما أنه يسأل عن الكسر فنرسم الخط الدال على الكسر. بعد ذلك نأتي إلى الجزء البنفسجي، فكم عدد الأجزاء البنفسجية في القرص؟ جميل، لا يوجد إلا جزء واحد فقط. وفي المقام نكتب عدد جميع الأجزاء، فكم عدد جميع الأجزاء في القرص؟ أحسنت، 4 أجزاء. ننطلق الآن أحبائي الطلاب مع التدريب الرابع. قسم معلم التربية البدنية طلاب صفه 4 مجموعات، 2 منها تضم كل واحدة منهما 5 طلاب، و2 تضم كل واحدة منهما 7 طلاب، فما عدد طلاب الصف؟ ما رأيك عزيزي الطالب كيف نقوم بحل السؤال؟ بما أن معلم التربية البدنية قسم الطلاب إلى 4 مجموعات، فدعونا نرسم المجموعات 4. هذه المجموعة الأولى، وهذه المجموعة الثانية، وهذه المجموعة الثالثة، وهذه المجموعة 4. نأتي الآن إلى السؤال، وذكر أن 2 منها تضم كل واحدة منهما 5 طلاب. إذن هذه المجموعة تضم 5 طلاب. هذا الطالب الأول، الطالب الثاني، الطالب الثالث، الطالب الرابع، الطالب الخامس. وأيضا المجموعة الثانية تضم 5 طلاب. هذا الطالب الأول، الطالب الثاني، الطالب الثالث، الطالب الرابع، الطالب الخامس. وذكر أيضا أن 2 تضم كل واحدة منهما 7 طلاب. إذن هذه المجموعة تضم 7 طلاب. هذا الطالب الأول، الطالب الثاني، الطالب الثالث، الطالب الرابع، الطالب الخامس، الطالب السادس، الطالب السابع. نأتي إلى المجموعة 4، والتي تضم كما ذكر في السؤال 7 طلاب. هذا الطالب الأول، الطالب الثاني، الطالب الثالث، الطالب الرابع، الطالب الخامس، الطالب السادس، الطالب السابع. إذن أصبح لدي 4 مجموعات، كل مجموعة تضم عدد من الطلاب. كم عدد الطلاب في المجموعة الأولى؟ أحسنت، 5 طلاب. وكم عدد الطلاب في المجموعة الثانية؟ أحسنت، 5 طلاب. وكم عدد الطلاب في المجموعة الثالثة؟ أحسنت، 7 طلاب. وكم عدد الطلاب في المجموعة الرابعة؟ أحسنت، 7 طلاب. وطلب في السؤال ما عدد طلاب الصف؟ إذن كم عدد طلاب الصف؟ أحسنت، 5، وهي عدد الطلاب في المجموعة الأولى، زائد 5، وهي عدد الطلاب في المجموعة الثانية، زائد 7، وهي عدد الطلاب في المجموعة الثالثة، زائد 7، وهي عدد الطلاب في المجموعة الرابعة. فكم يصبح المجموع؟ أحسنت يا بطل، يساوي 24 طالبا. ولننطلق الآن مع التدريب الخامس. اختيار من متعدد، أي الأشكال الآتية يمثل الجزء المظلل فيه الكسر 3/4؟ وأعطاني 4 أشكال، ويجب معرفة الشكل الذي يمثل فيه الجزء المظلل 3/4. فكيف نقوم بحل السؤال؟ نأتي إلى الشكل الأول، ما هو الكسر الذي يمثل الجزء المظلل؟ أحسنت، 4 أثمان. نأتي إلى الشكل الثاني، ما هو الكسر الذي يمثل الجزء المظلل؟ أحسنت، 2/8. نأتي الآن إلى الشكل الثالث، ما هو الكسر الذي يمثل الجزء المظلل؟ ممتاز، 6/8. نأتي إلى الشكل الرابع، ما هو الكسر الذي يمثل الجزء المظلل؟ أحسنت، 3/8. الآن لا يمكن تحديد أي الإجابات هي الصحيحة، لذلك ألجأ إلى الكسور المتكافئة. فنأتي إلى الكسر 3/4، فمن يقوم بتمثيل هذا الكسر؟ أحسنت، نرسم شكلا ونقسمه إلى 4 أجزاء متطابقة، ونقوم بتظليل 3 أجزاء منه. بعد ذلك نعيد تقسيم الشكل، ولكن إلى 8 أجزاء متطابقة. أصبح الآن لدي شكل جديد مقسم إلى 8 أجزاء متطابقة، 6 منها ملونة. فمن يستطيع معرفة الكسر الذي يمثل الجزء المظلل؟ أحسنت، 6/8. جميل جدا. الآن أي الإجابات هي الإجابة الصحيحة؟ أحسنت، هي الإجابة الثالثة. ننطلق الآن أحبائي الطلاب مع التدريب التالي.
8 على 12 من الأسماك في الحوض لونها برتقالي، وأربعة على 12 منها سوداء، فأيهما أكثر، الأسماك البرتقالية أم السوداء؟ كيف نستطيع أحبائي الطلاب حل السؤال والمقارنة بين الأسماك البرتقالية والأسماك السوداء؟ أحسن، نأتي إلى الكسر الأول وهو 8 على 12 ونقوم بتمثيله. فمن يقوم بتمثيل هذا الكسر؟ نقوم برسم شكل ونقسمه إلى 12 جزءا متطابقا، ونقوم بتلوين 8 أجزاء منه. بعد ذلك نأتي إلى الكسر الآخر وهو 4 على 12. فكيف نقوم بتمثيله؟ أحسن، نقوم برسم شكل ونقسمه إلى 12 جزءا متطابقا، ونلون 4 أجزاء منه. الآن نريد المقارنة بين هذين الشكلين، ولكن قبل المقارنة لابد أن يكون الشكلين متساويان. فنبدأ الآن بالمقارنة، فنرى أن 8 على 12 أكبر من 4 على 12، وبالتالي فإن 8 على 12 أكبر من 4 على 12، إذن الأسماك البرتقالية أكثر من الأسماك السوداء. ولننطلق بعد ذلك أحبائي الطلاب إلى التدريب التالي. اختيار من متعدد، ما الكسر الذي يمثل أوراق الشجر الملونة؟ إذن أعطاني 6 أوراق شجر وقام بتلوين 4 أوراق منها، ويسأل ما هو الكسر الذي يمثل هذه الأوراق الملونة. إذن من يستطيع معرفة الكسر الذي يمثل أوراق الشجر الملونة؟ أحسنت يا بطل، بما أنه يسأل عن الكسر فنكتب الخط الدال على الكسر. بعد ذلك كم عدد الأوراق الملونة؟ أحسنت، 4 أوراق، ونكتب في المقام عدد الأوراق جميعها، فكم عددها؟ أحسنت، 6. إذن الكسر الذي يمثل أوراق الشجر الملونة 4 أسداس، فأي الإجابات هي الصحيحة؟ أحسنت يا بطل، هي الإجابة الثالثة. ولننطلق الآن مع التدريب التالي. اختيار من متعدد، يوجد في حديقة منزل 3 دجاجات بيضاء وواحدة حمراء، ما الكسر الذي يمثل الدجاجة الحمراء بينها؟ إذن كيف نستطيع أحبائي الطلاب حل هذا السؤال؟ أحسنتم يا أبطال، إذن نستخدم الرسم لإيجاد الكسر الذي يمثل الدجاجة الحمراء. إذن نقوم برسم هذا الشكل وهو يدل على الدجاجة البيضاء. إذن هذه الدجاجة الأولى، هذه الدجاجة الثانية، هذه الدجاجة الثالثة، وهذه الدجاجة الرابعة وهي الدجاجة الحمراء، ويسأل ما الكسر الذي يمثل الدجاجة الحمراء بينها. إذا من يستطيع معرفة الكسر الذي يمثل الدجاجة الحمراء بينها؟ أحسنت يا بطل، بما أنه يسأل عن الكسر فنكتب الخط الدال على الكسر. الآن كم عدد الدجاجات الحمراء؟ أحسنت، هي دجاجة واحدة، إذا في البسط 1، أما في المقام فنكتب عدد الدجاج جميعها، فكم عددها؟ أحسنت، 4. إذن أي الإجابات هي الصحيحة؟ أحسنت يا بطل، هي الإجابة الأولى. نأتي الآن إلى التدريب التالي. مجموعة تتكون من 9 طلاب، إذا كان 4 على 9 منهم يحملون حقائب، فأيهم أكثر، الذين يحملون حقائب أم الذين لا يحملون؟ أوضحوا إجابتي. من يستطيع مساعدتنا في حل هذا السؤال؟ جميل جدا، إذا نقوم برسم صورة وهي تمثل الطالب، ولدينا 9 طلاب، هذا الطالب الأول، الطالب الثاني، الطالب الثالث، الطالب الرابع، الطالب الخامس، الطالب السادس، الطالب السابع، الطالب الثامن، الطالب التاسع. ماذا أعمل بعد ذلك؟ أحسنت يا بطل، نأتي الآن إلى الكسر 4 على 9 وهم الذين يحملون حقائب، إذن 4 على 9، فنقوم بتمثيله، فمن يستطيع تمثيل هذا الكسر؟ أحسنت يا بطل، نقوم برسم شكل ونقسمه إلى 9 أجزاء متطابقة، ونقوم بتلوين 4 أجزاء منها. الآن من يستطيع معرفة الكسر الذي يمثل هذا الجزء فقط؟ أحسنت، 1 على 9، وهذا الجزء أيضا 1 على 9، وكذلك هذا الجزء يساوي 1 على 9، والجزء هذا أيضا يساوي 1 على 9.
نأتي الآن إلى هذا الجزء. إذا كان لدينا 9 طلاب، واحد منهم على 9 يحمل حقيبة، فكم يصبح عددهم؟ أحسنت، 1. وكذلك هذا الكسر يساوي 1، وأيضا هذا الكسر يساوي 1، وهذا الكسر أيضا يساوي طالب 1 فقط. إذن كم عدد الطلاب الذين يحملون حقائب؟ أحسنت، 4 طلاب، الطالب الأول، الطالب الثاني، الطالب الثالث، الطالب الرابع. أما الطلاب الذين لا يحملون حقائب فهذا الطالب الأول، وهذا الطالب الثاني، وهذا الطالب الثالث، وهذا الطالب الرابع، وهذا الطالب الخامس. فأيهما أكثر، الذين يحملون حقائب أم الذين لا يحملون حقائب؟ إذن الذين لا يحملون حقائب أكثر، ونكون قد تعلمنا اليوم تدريبات على الكسور. فأخذنا في الكسور عندما يكون لدينا كسر 2 على 5 أو 5، فإن العدد الذي في الأعلى يسمى البسط، والعدد الذي في الأسفل يسمى المقام. وأخذنا أيضا في التدريبات تكافؤ الكسور، فعندما يكون لدي كسر ربع مثلا ونريد البحث عن كسر مكافئ له، فنقوم برسم شكل ونقسمه إلى 4 أجزاء متطابقة، ونقوم بتلوين جزء واحد فقط. بعد ذلك نقوم بتقسيم كل جزء إلى 2 متطابقين، أصبح لدينا شكل جديد، عدد الأجزاء المضللة 2، وعدد الأجزاء جميعها 8، فيصبح الكسر الذي يمثل الجزء المضلل 2 على 8. وأخيرا أسأل الله التوفيق لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.